وكان الوفد الوزاري انسحب من اللقاء الذي عقد في معان، وذلك بعد مقاطعة الجمهور له ومنعهم من التحدث طيلة فترة اللقاء. لم تكد تمضي دقائق عشرة على بداية وزير التنمية السياسية موسى المعايطة لحديثه إلا وانفجر الحشد أمامه وصرخت الحناجر بكل غضب منعت غيرها من الأصوات بالعلو. الوفد الوزاري لم يستطع التعليق ولا الإجابة على الاستفسارات والتي جاءت في غالبيتها استنكارية لا استفهامية. قرابة الساعة هو ما احتاجه الوفد الوزاري للإذعان لمطالب البعض من الجمهور الغاضب في نقاش من جهة واحدة ما أفقده نصابه. لم يكن هناك حوار، بمعنى الحوار كان فقط هناك مطالب وإيصال بعض الرسائل. نتمنى في المستقبل أنه صيغة الحوار هي التي يجب أن تغلب على المجتمع، لأنه بدون حوار لا نستطيع الوصول إلى حل الإشكاليات. رفض بالمطلق يعكس لربما وجهة نظر العديد من أبناء المدينة وما يحس به الشارع تجاه هذا القانون الذي بدأت نقاشاته مؤخرا. مؤشرات الرفض وحدة اليوم ليست وليدة اللحظة، رفع وتيرتها ما حصل بالأمس في الطفيلة ما دفع المحافظة إلى نقل اللقاء إلى الجامعة بدلا من المركز الثقافي وسط المدينة لكن دون جدوى. ففي الاحتجاج ما هو خارج تفاصيل القانون وحيثياته، لأنه كل مواطن بده يطلع عليه ضريبة شئنا ولا أبينا. كل الكلام اللي بيقولوه هذا كلام غير مزبوط، اللي بيقول له الموظف اللي راتبه 1500 ما بيطلع عليه، لا بالعكس رايح يطلع عليه ضريبة ورايح يتبهدل في الضريبة. المجتمع مش فاهم شو قانون ضريبي. احنا عامة الشعب فاهم انه بالاخر بدك تدفع انت ضريبة، اما ليش وكيف ما حدا فاهم، من الشعب ما حدا فاهم. ثاني اللقاءات تم وعدها في معان لتكون المحافظة الاعلى فقرا وبطالة ضمن قائمة الرافضين واثباتا على ازمة الثقة بين الشارع والحكومة. محمد ويرج، المملكة، معان.